بنبقى نحن وياكم وبنروح لموضوع آخر، بننتقل مباشرة لأستراليا مع يوم التسامح والغفران. السيدة اللبنانية ليلى جعجع عبد الله أعطت وزوجها داني عبد الله درس بالإيمان والغفران حفر بتاريخ الإنسانية. بأستراليا حيث يقيمان مع العائلة قتلوا أولادهم الثلاثة مع بنت خالهم أو بنت عمتهم، ولما صدمتهم سيارة بأودة سائق مخمور بأول شباط بالعام 2020. بعد يومين من الفاجعة قصدت مدام ليلى موقع الحادثة وركعت تصلي بخشوع وقررت مسامحة الجاني اقتداء بالسيد المسيح. فأكبرت الحكومة الأسترالية هالموقف وأعلنت الأول من شباط من كل سنة ابتداء من هذا العام يوم التسامح والغفران. ست ليلى صباح الخير. هاي كيفكن؟ نحن منيح، انت كيفك؟ يعني حضورك بهالابتسامة رغم الألم الكبير وأعطائك التسامح والغفران خلت أستراليا تعتمد هيدا النهار يوم لهالقيمتين المهمتين اللي علمتينا إياهن ست ليلى. التسامح والغفران أهم شيء بالحياة. نعم، من وين عندك هذا الإيمان؟ من وين استمديتي؟ من وين هذه القوة؟ من أنا بصغيرة كبرت على الصلاة وعلى الإيمان وحب غيري وكون متواضعة، وتعرفت على جوزي وجيت على أستراليا وبقيت قوية بإيماني وكبرت عائلتي على محبة الله ومخافة الله. ولما الله أخذ أنتوني أنجلينا سيانا وفيرونيك لعندهم بقيت ممسكة بإيماني وركعت وصليت، وصار لي سنة بعدنا عم صلي لأنه يسوع هو اللي عم يعطيني القوة. إيماني نعم. يلي بعده مخليني مكفية بهالمسيرة. كيف اجت الفكرة عندك؟ ليش قلتي أنا بدي سامح ولغاية اليوم ما رفعتوا دعوة على الجاني؟ أنا لما رحت أشوف محل ما كان أولادي ميتين بالطريقة الكتير بشعة، كان منظر كتير بشع، ردة فعلي كانت إنه أركع وصلي. صرت صلي محل ما كان كل ولد، صليت محل ما كان أنتوني، محل ما كان أنجلينا. لما رحت على الكاميرا قالوا لي ما عارفة شو بدهم يسألوني، فبقى حكيت عن عائلتي إنه أنا مباركة عندي ست أولاد كيف كبروا بحبوا الإنجيل بحبوا يساعدوا غيرهم. ولما قالوا لي السايق أنا حكيت من كل قلبي إنه أنا مسامحته لأنه أنا عن جد مسامحته. وبعد ما سامحته في كتير عالم تأثرت بالمسامحة، في كتير عالم ارتدت على إيمانها، في كتير عالم صارت تسامح، أثرت الشيء اللي صار معنا بكتير عالم. وهيدا الشيء اللي خلاني أفكر إنه تا أنا خلي يوم الأولاد فاتوا فيها على السما يوم كل العالم تتذكره، بس بطريقة حلوة محل ما أقوله هيدا يوم الحادث. لقيت ما في شيء أحلى من كلمة المسامحة، وهيك العالم بركن فيها توعى سامح ترتد على الله، لأنه الله بالنهاية هو حياخد لنا حقنا من كل الشيء اللي بزعلنا. نعم. من سنة كنت حديث الناس بهذه الفاجعة بالأمور اللي صارت، اليوم أيضا أنتوا حديث الناس بقصة المسامحة والتسامح، ولبنان شارككم كمان من خلال غبطة البطريرك اللي أعلن هذا اليوم كمان يوم وطني للتسامح والمسامحة، وكل دول العالم كمان مشيت معكم بهذا النهار. قديش في ناس عم بيجوا لعندك تعلميهم من كل الطوائف شو يعني المسامحة؟ مزبوط. اللي صار أول شيء موت الأولاد، الدفن تبعهم جمع عالم من كل الكنائس، كل الكنائس اتحدت مع بعضها هيدا اليوم وإجوا تصلوا معنا. ويوم المسامحة لما نحن كنا بالاحتفال كان في من كل الكنائس معنا عم بيشاركوا، كان معنا من الكنيسة الأرثوذكس، من الإنجيلية، من الموارنة، كلهم سوا إجوا مع بعضهم. والبيشب أنتوان تراباي هو عن جد وقف معنا، فتح كل الكنائس هون للسجود وللصلاة، وهو حكي مع الكاردينال بلبنان بشار الراعي البطريرك وقدر أخده على لبنان. وإن شاء الله يا رب يكون يوم عالمي لأنه كلنا سوا عايزين نحب بعضنا ونسامح. حلو. لأنه هيدا الحياة قصيرة وبالنهاية كلنا بدنا نكون بالسما، ما حدا بده يخسر روحه.
نعم شفنا من شوي لقطات لإطلاق الحمام الأبيض وفراشات، خبرينا هيك شو صار وكيف كان الشعور لحظة هيك استعمالكم هيدي الطريقة للتعبير عن التسامح والغفران. كل الاحتفال كان كتير حلو، مش كأنه احتفال، بتحسي كأنه يسوع موجود مع بعضنا، كلنا سوا كنا عم نحكي من كل قلبنا، من البرايم مينستر للبريمير للمينسترز، كان في جو حب وتسامح وكلنا سوا مع بعضنا، حسينا بوجود الله بهيدا الوقت. ولما رحنا ولما أعلنوا هيدا الشيء نحن كنا كتير مبسوطة، ولما طينا الحمام الباتفلايز كمان كان شعور كتير حلو، وأنا مأكدة إن أولادنا عم يطلعوا علينا من السما فخورين هن أكيد والله هن إنه ملائكة. نحن عم نمجد اسمه بيلي عم بيصير معنا. بقولوا لا تكرهوا شيئا لعله خيرا لكم. حلو هالإيمان اللي عندك، عن جد رائع، نيالك بهذا الإيمان. 3 فراشات من بين مجموعة الفراشات اللي تم تطييرهم غطوا على شعرك. مزبوط، لأنه الله على طول عم يعطينا علامات إنه ولادي حد، ولادي ما تركوني، وأنا على طول بحس بوجودي بعدنا لهيدا اليوم، وشو ما عندي سؤال أنا بسأل يسوع، ويسوع على طول بيرد لي على جوابي، ويلي بينتقلوا على السما هن على طول روحهم بيناتنا وما بيتركونا، حلو. وهيدا علامة من العلامات الكتير يلي الله فرجاني إياها. بكيت نتالي باستوديو، بكيت كتير عالم، انما يمكن هيدا بكى الايمان اللي نحن بحاجه له. ليلى، للناس يلي مقهوره، يلي عم بتعاني، يلي فقدت اطفال لها، شو بتقولي لهم اليوم؟ أنا قلبي معكم وأنا قلبي مكسور لألكم مثل ما قلبكم مكسور. أنا كل ما شفت حدا بالانفجار أنا كنت عم ببكي معكم وقلبي معكم، وأنا عم صلي لكم. الأشياء اللي عم بتصير أشياء فوق الطبيعة، بس أنا بترجاكم إنه خلي إيمانكم قوي، بدكم تبكوا بكل يسوع، خلي يسوع هو يلي يبرد لكم قلبكم. نحن شهدائنا اللي راحوا هن بالسما، نحن حنموت ونحن حنطلع عنكم معهم بالسما، خلوا عيونكم على السما. بعرف انه هلا في كتير صعوبات بلبنان كمان مع الحكومه، بليز بترجاكم خليكم بدكم العداله، لانه العداله لازم تاخذ مجراها، بس بنفس الوقت سامحوهم مش كرمالهم، هن ما بيستاهلوا المسابحه، سامحوهم كرمالكم انتم، لانه انتم لازم تعيشوا بسلام، سلام داخلي مع يسوع، وبعد في عندكم عيلة حواليكم، بعد في جوزكم، بعد في ولادكم، ما تحرمونا من وجودكم ومحبتكم وصلواتكم. والحياة صعبة، بس بليز رغم صعوباتها إذا بدكم تبكوا بكوا، بدكم تضحكوا تضحكوا، شو ما بدكم تعملوا اعملوا، بس أهم شيء كل ما تشتاقوا لأولادكم صلوا صلوا صلوا. شو عم بتصلي؟ حدا عم بيسألك شو بتصلي ليلى؟ الأبانة والسلام أو شو بتصلي؟ أنا بصلي الأبانة، بصلي السلام، وبصلي يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، بصلي مسبحتي، بروح باخذ القربانة لأنه القربانة كتير مهمة، بصلي لكل واحد عم يطلب مني الصلاة، وبصلي للسيء اللي قتل ولادي تيتعرف على الله ويرتد على إيمانه، لأنه نياله يلي بخلص نفسه بيردها على السما، الأجر تبعنا بالسما. نقلتينا من الأرض للملكوت، نقلتينا من الأرض للسما يلي أنت عم تحكي عنها، شو بعد عندها ليلى بدها تقوله؟ شو بدها تعمل بعد بالأيام اللي جاية؟ أنا حجرب قد ما فيي خلي المسامحة، نعم، عم نشوفك. أنا حجرب قد ما فيي ضل أحكي بالمسامحة وبالمحبة، العالم تضل مركزة على المسامحة وعلى أهمية إنه نتصالح مع يسوع. بدي أقول لكم لكل الشعب اللبناني إنه يمكن ما يعرفوا مين يلي سبب وراء انفجار بيروت، بس الله شايف والله بيعرف، وإذا المحكمة بلبنان أو بالأرض ما أجت عرفت، هنا ما حيقدروا يهربوا من الله، ما حيقدروا يهربوا من عدالته. مثل مثل الغني ولعازر، لما الغني طلع نزل على جهنم ولعازر طلع على السما، نعم. فبقى هن ما حيقعوا على حالهم إلا لما يموتوا، لأنه بالنهاية الله حياخد لنا حقنا. تعرفي ليلى ونحن شو أهم قد ما فينا من هون بدنا نساعدكم، بس المشكلة ما بنعرف لمين بدكم تبعتوا، لمين بدكم تساعدوا، صليب أي الأحمر مين فينا وكاريتاس موثق أهم شيء. بلبنان. كثير منيح.
ليلى، أهم شيء بكلامك دايما، يعني واحد بيقول بس تاخدوا ملذات الحياة ومغريات الدنيا والنجاحات، وانتو اسم الله عليكم ناجحين وواصلين وقادرين، أسستوا عائلة كتير حلوة وشغل كتير ناجح، هالشي ما أخدك من أهمية الروحانية وأهمية يسوع وأهمية الإيمان، يعني ما التهيتي معشتي بمغريات بالأمور الدنيا. الأرضية. لا، لأنه بالنهاية هيدي كلها أشياء بايخة. يعني أنا أهم أحلى 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 لقب لإلي هي ليلى، أم أنتوني وأنجلينا وسيانا أليكس ومايكل، مش ليلى هي مرت السيد داني اللي عنده هيدي الشركة، لأنه بالنهاية هيدي كلها أشياء تافهة. وهيدا شيء تبين معنا لما أولادي أنا ماتوا، لا الشركة قدرت أثرت علي ولا شيء قدر أثر علي. الشغلة الوحيدة اللي عطيتني القوة طلعتك هي إيماني وهي تركيزها على يسوع. أولادي حبوا الله أكثر ما أنا حبيتهم. ما بعرف إذا سمعتوا أخبارهم، كانوا أولادي كل نهار الجمعة نعم يروحوا يتعاملوا عالم الفقراء بتيم صح جيزس. إذا صح أولادي معهم مصاري كانوا يعطوا غيرهم قبل ما يصرفوا على حالهم. وأنا نفس الشيء، لأنه مع المصاري مع كل شيء بتصير بتجي مسؤولية. إنه رغم هذا الشيء إذا أنت معك مصاري لازم تضلك متواضع، لازم تضلك تحب الله. أنا كنت نعم أسأله يا رب ليه عطيتنا الشركة؟ شو بدك مني؟ مرة الخوري قال إنه إذا أنتم معكم مصاري تساعدوا غيركم. لقيت حالي أنا لا، لازم ساعد غيري أكثر وأكثر وأكثر، نعم ولازم أحبهم ولازم أكون موجودة معهم، لأنه بالنهاية أنا ما بدي شيء بهالأرض، أنا بدي أعمر بيتي بالسما. صلي لنا للبنان يقوم من كل هالمشاكل، خلي ربنا يلتفت للمسؤولين بلبنان يكون عندهم ولو نقطة من يلي عم تحكي ليقدروا يفيدوا الشعب عندهم ويفيدوا هالوطن. المسامحة كمان مية والتسامح مية بين بعضهم السياسيين. انت على طول بصلاتي، ونحن كلنا سوا بلبنان لازم كلنا نصلي لهم تيرتدوا على التوبة وعلى الإيمان كثير وتعرفوا حلو. الله وتيوعوا إنه بالنهاية إذا هن مفكرين حالهم عم يضحكوا علينا بهالأرض، الله شايف والله حيخد لنا حقنا منهم. حبي تيجي على لبنان؟ أكيد أنا كنت حابة أروح هيدي السنة على لبنان، بس أنا كورونا. كنت حبلة وروحت أوه فبقى ما قدرت أجي على لبنان، والكورونا إن شاء كمان الله، سكر إن شاء الله بالصيف المطارات. بس الجاي، أنا ويعوض إذا إن شاء الله الله بالصيف عليك الجاي. أكيد. على كل حال بعد عندنا سؤال، أولادك اللي معك اسم الله الله يخلي لك إياهم، شو عم بتعلميهم اليوم؟ نفس الشيء يركزوا على يصلوا. ولادي تقبلوا يلي صار معنا، بأول ما كانوا فيني يسامحوا السيء، إنه ماما أنت فيك كيفك تسامح اللي قتلنا إخواتنا؟ ما كانوا عم يتقبلوا الفكرة، بس لأنه شافونا أنا وداني على طول عم نصلي له وبعدنا على نفس الموقف، ولادي صاروا يسامحوا للسيء هلا. وبعدهم نفس الشيء عم بيصلوا على طول، بيضوي شمع لإخواتهم، صور ولادي وراي على طول بيحكي معهم كأنه هن بعدهم بيناتنا. ونفس الشيء عم خليهم يركزوا حياتهم على السما ويعيشوا حياتهم. ولادي ليانا وأليكس عملوا عيد ميلاد هيدي السنة، لأنه هن شو ذنبهم إذا الحياة قاسية عليهم؟ ليش أنا بدي أقسى ما عليهم؟ عيشتيهم الحزن وهيدا المأساة، بالعكس علمتيهم الفرح الإيمان. رغم الألم من خلال إيمان. نيالك عن جد، مش نيالك بس ليلى، نحن، رح نزقف لك ونقول لك تحية لإلك ليلى جعجع عبد علمتينا الله. أشياء حلوة كل كثير. اللبنانية بحيوك اليوم، وبعرف الوقت قصير، إن شاء الله بتكون لنا لقاءات تانية وأحاديث أعمق بهذا الموضوع، الموضوع الإيماني اللي بتتمتعي فيه. شكرا لإلك ليلى جعجع عبد الله، شكرا لزوجك داني عبد الله. بدنا نقول لكم الله يا ربنا يقويكم، العالم عم بتقولوا بكيتيهم وعلمتيهم درس ما بينسوه بحياتهم، نشكر الله. الناس ببيروت هيك عم بيبعتوا لنا هلا، ميرسي لك، الله يقويكي ويثبتك اكثر واكثر. شكرا لك الله يخلي لي ليلى، اياكم، ثانك يو، ميرسي الله لك، يبارك لكم. وتحيه لكل اللبنانيين المقيمين باستراليا. رح نرجع لعنا